هم يستانسون على ما سيدي تعودني. ومساء الخير هذه صايرة كأنها دينار ذهب ما حد قادر ينساها، وللحين لو أقولها بأي لقاء مساء الخير يضحكون العالم. حطوه هناك في الدسمة، حطوه بال مكشكش. اي مكشكش، الله يرحمها انتصار. ترى انتصار اللي سويت لها النفنوف، انتصار هي اللي انتصار، لأن شقيت ثلاث نفانيف ما أقول مساء الخير ينفدق من هني. تقول لي تعال، راحت جابت نفنوف مسميكي ودتني الخياط وقالت، قلت لها سيارة شنو هذا؟ تش عليك؟ انا اشوف شيء انت ما تشوفه. شكلك انت داش خياط نسائي ياخذ مقاس، شلون؟ عادي الناس يتقبلون فنان يلعب اي دور، بس هي ودتني حق خياط ما يعني ما حد يشوفنا. دشي وخذوا القياس وكذي والامور الله يرحمها. يعني اقول لك يعني كانت اخت واخو وحبيبه ورفيجتي وحبيبتي وخيتي، نقعد انا وياها نسولف نضحك امور يعني ما شاء الله. وحتى الله يذكره بالخير ابو سالم مازن، يعني كانت علاقتنا اهل. يعني انتصار انتصار لا يمكن، قلت لك لا يمكن، الله يرحمها ويرحم موتانا موتاكم موتى المسلمين، لا يمكن. راح توصل وحده في قلوب، مو بس قلب خالد، قلوب اهل الخليج كلهم مثل انتصار.